اهلا بيكم. احنا كنا اتكلمنا بقى في الفترات اللي فاتت دي كلها عن ازاي نختار الامبلانت، ازاي نحدد الدايمنشنز بتاعتها، ازاي نختار الكيس سيلكشن مظبوط، وبعدين ابتدينا نتكلم بعد كده على ازاي نعملها سيرجيكالي، ووصلنا الى ازاي نعمل ناخد امبريشن عشان نعمل الكراون او نعمل بريدج لو احنا محتاجين نعمل بريدج. النهارده هكلمكم على الفولو اب، المفروض نعمل ايه بالكومبليكيشنز اللي ممكن تقابلنا والفيليرز كمان اللي ممكن تحصل. عشان نبقى عارفين الفولو اب زي ما بنقول كده الوقايه خير من العلاج، فاحنا الايرلي انترفنشن ده دايما اجمل حاجه جدا لو انا لقيت اي حاجه بره المتوقع بتحصل، يعني اي حاجه مش طبيعيه ان بتلاقيها موجوده اثناء ما انت بتتشيك على الامبلانت بتاعتك وبتبص على البيشنت، انك تلحقها من البدايه ده احسن بكتير قوي من انها تبقى سيكونس اوف كومبليكيشنز تؤدي الى فيلير في النهايه. طيب الفولو اب ده علشان يتعمل احنا بنقول ان العيان بعد ما حطينا له الامبلانت خلاص بجيبه بعمل طبعا اكس راي عشان اطمن ان الامبلانت مظبوطه في مكانها، ابص على الريليشنز اللي حواليها، وبعدين هجيبه بعدها باسبوع الى 10 ايام علشان افك له الغرز واطمن على الووند هيلينج، مكان الانسيجن لو انا عامل انسيجن انه كله خف وكله ماشي في شكل ان ايفنتفول، مفيش فيه اي مشاكل، والعيان بقى حالته كويسه. بعد كده انا هجيبه خلال 6 اسابيع، يعني شهر الى شهر ونص، عشان اشوف الهيلينج والسوفت تيشو واشوف الاورال هايجين وهل في مشاكل في الكلام ده ولا لا. المفروض ان يبقى كله يبقى نورمال بسوفت تيشو نورمال هيلينج وما يبقاش فيه اي مشكله. بعد كده بشوفه مره بعد 3 شهور، بعمل له اكس راي برده بشوف الليفل اوف بون هل في اي مشكله فيه ولا لا. ببتدي اسكادول العيان للسكند ستيج اللي ممكن تبدا من 4 شهر او 6 شهر حسب انا حاطط امبلانت في بون ظروفه ايه. يعني السوفت بون غالبا هحتاج وقت اطول من 5 ل 6 شهور، لو انا حاطه في هارد بون ممكن اقدر اعمل لودنج ابتداء من 3 شهور او 4 شهور، بيبقى بدري يعني. يبقى اذا دي هي اللي هعمله في خلال الفيزيت اللي بعد الشهر الثالث. طيب بعد كده بعد ما اركب للعيان الفاينل ريستوريشن بتاعتي، انا محتاج اشوفه بعد شهر، وبعدين علشان انا عايز اطمن على المارجنز بتاعتي، عايز اطمن على الامرجنس بروفايل، عايز اطمن على البيولوجيكال ويتس، عايز اطمن ان مفيش اي مشكله تبقى موجوده حوالين الكراون اللي اتعمل او حوالين البريدج اللي اتعمل. في نفس الوقت عايز اطمن على ان المريض ماشي على الاورال هيجين ميجرز وبيعرف ينظف كويس قوي حوالين الامبلانت. المساله محتاجه دايما تنظيف كويس، والا هنلاقي نفسنا بندخل الى فيلير في الامبلانت اتحطت. بعد كده بشوفه بعد ايه، بعد 3 شهور برضو، عشان اشوف الاورال هيجين، عشان اشوف السوفت تيشي هيلينج، علشان اشوف البون ليفل واقدر اخليني ابقى عارف ان هو مينتيند في نفس الليفل. نفس الكلام انا محتاج ابص عليه خلال 6 شهور، وبعدين هشوفه بعد كده مره كل 6 شهور او مره كل سنه، زي ما بنيجي نعمل الريجولر تشيك اب وفولو اب ونعمل السكيلينج علشان ننظف كويس قوي حوالين الامبلانت دي. يبقى ده المفروض هو البروتوكول بتاع الريجولر فولو اب للحالات بتاعه الامبلانت. طيب نيجي بقى للنقطه الثانيه، ما هي الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل وانا بشتغل للامبلانت؟ اقول لحضرتك انه مبدئيا كاي سيرجري احنا عندنا نوعين من الكومبليكيشن، نوع اسمه جنرال كومبليكيشنز بتحصل مع اي سيرجري بتتعمل، ونوع اسمه سبيسيفيك كومبليكيشنز سبيسيفيك لحالات الامبلانت بس. فالجنرال كومبليكيشنز اولها البين، العيان بيشعر بالم بعد الجراحه اثناء الجراحه او بعدها، اللي اثناء الجراحه بيتم الكنترول بيه عن طريق اللوكال انستيزيا، ادي لوكال انستيزيا كويسه. انما البين البوست اوبرتيف ده نتيجه لان حضرتك بتعمل سيرجري فعليا، بتقطع في التيشوز بلس انك بتعمل دريلنج جوه البون،
وبتحط امبلانت غالبا بتبقى عامله اسايت نوع من انواع الكومبريشن البسيط، فالعيان بيشعر بعد الجراحه او بعد الامبلانت انستاليشن بانه في حاجه ضغط على العظم عنده، زي ما بيقولوا كده بعض العيانين المصطلح بتاعهم كان عظمي مصدع. ده بين بيروح باللوكال انثي بالبين كيلرز، اي بين كيلر حضرتك تقدر تديه هيضيع لك هذا الالم، ولازم تشرح للعيان بتاعك انك غالبا هيبقى عندك هذا النوع من انواع الالام اللي بتروح عن طريق اي مسكن انت بتاخده. المشكله الثانيه اللي ممكن تحصل ان يبقى عندي بليدنج فورميشن، زي ما انتم شايفين هنا كده في الصوره، انا بعد ما حطيت الامبلانت وسايب الامبلانت دي عشان تهيل، فاللي حاصل ان عندي حواليا في سورت اوف بليدنج طالع من السايت اوف ذا سيرجري. حضرتك تقدر تحط بريشر باك تعامل معاه على انه بوست اوبريتيف بليدنج عادي خالص، طالما ما عندكش مشكله في المكان كانجري اوف سوفت تيشو او اي حاجه، خلاص هتحط له بريشر باك وتسيبه عشان يخف. طيب الفكره كلها لو انا البليدنج ده كان مستمر او اي حاجه، لو الدم ده بيتجلط يبقى المشكله دي لوكال، لو الدم مش بيتجلط تبقى المشكله سيستميك. في حاله المشكله سيستميك حلها مش عند حضرتك، حلها في مستشفى، هنروح المستشفى نشوف الفاكتور الناقص ايه هو المشكله بتاعته ونحطها، وده معناه ان حضرتك عندك مشكله اصلا في اختيار العيان وفي اختيار نوعه وتظبيطه للسيرجري. المشكله لوكال بص عليها، يعني لو البلاد ده بيكواجليت جوه بق العيان بص على المشكله اللوكال فين، ممكن تكون معور حته من السوفت تيشو، ممكن تكون معور نيوترينت كانال وانت شغال، حلها انك تشوف المشكله فين وتعالجها. الهيماتوما زي ما انتم شايفين في الصوره دي كده، دي صوره انا جايبها من على الانترنت، بيبتدي يتكون بليدنج تحت الليفل بتاع الميكوزا او السكين، وده الحقيقه نتيجه لانك عامل انجري او في انجري لمين او بلاد فيسل كبير، وبالتالي ابتدى يخر دم، والدم ده يبقى باكد تحت التيشوز دي اللي هي اساسا مفيش منها اوتلت، مفيش منها مكان تخرج منه البليدنج ده، فبتدي يتجمع الهيماتوما دي. مشكله الهيماتوما اللي انتم شايفينها هنا انها طبعا هي في الاول بتبقى لونها احمر، بعد شويه تبتدي تبقى لونها اغمق من كده، يبتدي يقرب على بلوش، وبعدين تبتدي يقرب على جرينش فيلوش وبعدين تختفي. مشكله الهيماتوما انها ممكن تديسكت، يعني تنزل كهيماتوما جوه التيشو سبيسز البوتنشال تيشو سبيسز، وتعمل لي ديسكتنج هيماتوما اللي تسبريد، تمشي مع الواي اوف سبريد دايركتلي الى ان ممكن تعمل ميديا ستينايتس والعيان يموت. اذا انا بخاف جدا من الهيماتوما دي ان يحصل لها ديسكشن، تنزل تديسكت السوفت تيشوز وتخش، وبخاف ان يحصل فيها انفكشن فتبقى انفكتيف ديسكتنج هيماتوما، تبقى المساله بتكومبليكيت اكتر. فساعتها العيان ده لازم اجيبه فولو اب ديلي اون ديلي بيزز، ان ما كانش انت بتوسبيتالايز في بعض الاحيان حسب الميديكال كونديشن تبص على الهيماتوما دي كويس، تدي له انتي انفلاماتوريز، تدي له هوت فومنتيشنز عشان البلاد سبلاي يروح الاريا دي كويس وبالتالي يشيل كل هذا البرودكتس. اوعى تفكر انك تسحب هذه الهيماتوما بسيرنج لانه هيكريت ديد سبيس، فراغ جوه البوتنشال تيشوز دي، الديد سبيس ده هيتملي بسيروما او هيتملي ببودي فلويد هيعمل لنا برضو مشكله اكبر، فانت بتسيبها وتتابع فروايل علشان توصل الى الحل ان شاء الله العيان يخف ومبقاش فيه اي مشكله. طيب المشكله اللي بعد كده ان العيان يحصل له بوست اوبرتيف سويلنج او اديما، وده عادي جدا انه يحصل بعد اي سيرجري، فحضرتك مش المفروض توعد العيان بانه انت مش هيحصل لك حاجه خالص ولا زي شكه الدبوس، الكلام ده غير متوقع، لان ممكن المريض بعد ما تعمل له العمليه كأي عملية حتى لو انت عاملها فلابلس المريض يحصل له سويلنج وإديمة، وده نوع من انواع الانفلاماتوري بروسيس اللي بتتم از ا بارت اوف ذا ووند هيلينج، زي ما اتكلمنا على محاضرة الووند هيلينج تقدروا ترجعوا لها عشان تشوفوها. الحل الحاجة الثانية انه يحصل انفكشن حوالين الامبلانت اللي حضرتك حاططها، حوالين في مكان السيرجري اللي انت عامله، وده نتيجة يا اما لوجود انفكشن اثناء ما انت شغال، او لان العيان كاتش ان انفكشن من الاورال كافيتي عشان هو ما قدرش يحافظ على الاورال هيجين ولا يكيب ات كلين مكان السيرجن. ساعتها بنعالج الانفكشن دي وبنكيب ذا بيشنت فور فولو اب، ستريكت فولو اب بشوفه اون ديلي بيزس او يوم بعد يوم، عشان انا خايف ان الانفكشن ده ياثر على الامبلانت بالبون اللي حواليه. انما هنعمل ايه؟ هنعالج هذه الانفكشن كويس. طيب طبقا للتكنيك اوف انفكشن او البروسيدجرز او الاليات اللي بناخدها فور تريتمنت اوف انفكشن، تقدروا ترجعوا لها في المحاضرات اللي موجوده، هتلاقوا في حلقه من حلقات هواري از لايف بنتكلم فيها على التريتمنت اوف انفكشن.
الحاجه الثانيه ان العيان ممكن يجي لك بوست اوبرتيفلي بفلاب ديهيسنس. فلاب ديهيسنس يعني فلاب في فيلير في السوتشر لاين، الفلاب دي اتفتحت. ممكن يكون ده نتيجه عن انك مخيط اندر تنشن، ممكن يكون نتيجه لانك حاطط الفلاب قاطع في مكان غلط، يعني قاطع الانسيجن بتاعك ناحيه الليبيال او الفيشيال كونتور بتاع الجينجيفا، الاتاتشن جينجيفا، مش قاطع عند البابيلا، ودي ا فيري ثين ويك اريا، البلاد سبلاي اللي فيها ضعيف جدا، وبالتالي ممكن العيان ده مكان السوتشر بتاعك يحصل فيه انه يدهس، الفلاب دي تفتح. بنعالجه ازاي؟ مش بنخيط ابدا، لانك لو حاولت تنظف الحته دي وتعملها كيوريتاج وترجع تخيطها انت وسعت الديفكت اللي موجود، وبالتالي الفلاب النورمال فلاب مش هتقدر تحل المشكله. يبقى اذا انا هعمل ايه؟ هعمل مجرد ايريجيشن واديله بروفيلاكتيك انتي بايوتكس عشان ما يحصلش انفكشن في الاريا، وستريكت اورال هيجين ميجرز، وتابع العيان ده برضو داي افتر داي او ديلي بيزس حسب ما انت شايف الكونديشن بتاعتك. عندنا بقى سبيسيفيك كومبليكيشنز تخص حالات الامبلانت بالتحديد، اشهرهم واكثرهم الامبلانت مال الاينمنت ومال بوزيشن. مال الاينمنت يعني انا حاطط الامبلانت في مكانها الصح بس الدايركشن غلط. مال بوزيشننج اني حاططها في بوزيشن غلط، زي ما انت شايف هنا كده، دي امبلانت هنا كده مال الايند، هي محطوطه في مكانها المظبوط مكان الفور، انما للاسف هي الالاينمنت بتاعها غلط، هي خارجه مور ليبيالي، بصه ليبيالي جدا، وده هيبقى صعب جدا في الريستوريشن. الامبلانت الثانيه اللي حضرتك شايفها فوق دي هي مال بوزيشن لانها محطوطه في مكان غلط، والدكتور فتح لقى حته فيها عظم راح حاطط فيها الامبلانت، الامبلانت دي في مكان لا يمكن اننا نعمل له ريستوريشن. اذا حصل وانت شغال ولقيت الامبلانت بتاعتك بعد ما خلصت لقيتها مال الايند، حضرتك فك الامبلانت دي وحط بون جرافت واقفل عشان تعمله امبلانت بعدين، واشرح للعيان المشكله اللي موجوده. انما المشكله بتكون لو الامبلانت دي جايه لك او انت اكتشفتها او جاي لك من حد من الزملاء بعد ما بتكون حصل لها اوسيو انتجريشن، ساعتها حضرتك مش هتقدر تفك الامبلانت، مش هتقدر تانسكرو الامبلانت، ده تحتاج تريفاين الامبلانت. تريفاين يعني تجيب دريل كبيره زي الكوبايه كده اكبر من مقاس الامبلانت دي، تخش تشيل الامبلانت بالعظم اللي حواليه، وساعتها هتقدر تحط بون جرافت برده وتقفل علشان فور فيرذر امبلانت انستاليشن لقدام، يعني تعمله قدام. المشكله الثانيه الاشهر هي النيرف انجري، وزي ما احنا اتفقنا ان عندنا كريتيريا اوف سكسس، مش معنى الامبلانت مسكت فده معناه انها سكسيدد، لكن هي طالما الامبلانت في مكانها انما عاملين هنا انجري للانفيريو الفيولار نيرف او الانفيريو الفيولار كانال، زي ما حضرتك شايف في الصوره كده، ده في السي تي زي ما انتم شايفين الامبلانت محطوطه جوه النيرف نفسه. هنا الدكتور الله يكرمه حط 6 امبلانتس في الناحيتين، بس في الناحيتين هو ضارب الانفيريو الفيولار نيرف في كل ناحيه، وبالتالي هذا المريض عنده باي لاترال نمنس في اللور ليب، كانه واخد بينج على طول في شفته التحتانيه. هل هذا النمنس هيخف بهذا الشكل؟ لا ابسولوتلي مش ممكن، ده مستحيل. عشان تحله لازم تشيل الامبلانتس دي وتبتدي تعمل بروسيدورز اوف نيرف ريجينريشن اذا جابت نتيجه. اللي بيحصل انه يحصل له ريجينريشن في بعض الاحيان انك تكون عامل كومبريشن، تكون امبلانت قربت شويه من النيرف، ساعتها ممكن النيرف يادابت اتسلف والمساله دي تخف او ترتاح. لو انت اكتشفت ده اثناء ما انت شغال انك عامل كومبريشن على النيرف او ابتديت تضغط عليه من الاكس راي اثناء ما انت شغال، ارفع هذه الامبلانت، جيب امبلانت شورتر وحطها، ابعد عن انك تبقى ضاغط على الانفيريو الفيولار كانال. المشكله دي اذا حصلت بتبقى من ابوخ المشاكل، لان الامبلانت بتبقى اوسيو انتجريتد بس حضرتك مش عارف، العيان عنده نمنس ونمنس في حياته كلها فمش هتخف، فدي بتبقى مشكله وبتبقى كومبليكيشن بايخه. دي غالبا بتبقى سوء تخطيط من البدايه، بلاننج بتاعك غلط، مع انك وانت شغال ما عملتش الهوم ورك بتاعك في انك تعمل اكس رايز تظبط الامبلانت لينث اللي انت واخده علشان يطلع الحاله بتاعتك مظبوط. النوع الثالث من الكومبليكيشنز اني بالذات في الماكسيلري جو اني اخرم النوز او الماكسيلري ساين، زي ما انتم شايفين دي هنا كده انترا نيزل، الامبلانت دي محطوطه وداخله جوه النوز في الصوره دي. هنا في السي تي زي ما انتم شايفين الامبلانت دي محطوطه وداخله تماما جوه الساينس من غير ما نعمل ساينس ليفتنج، من غير ما ارفع الساينس فلور. يبقى هو حط الامبلانت على النوز او الساينس، وزي ما انتم عارفين النوز او الساينس دي عباره عن يعني سورس اوف انفكشن، لان هو كافيتي مليانه ميوكس، والميوكس ده مليان بكتيريا من الهواء اللي داخل واللي خارج، فهي عباره عن بؤره وباء.
فلما حضرتك بتحط الامبلانت جواها انت بتجوبردايز الهيلينج بتاع الامبلانت لان جاي له انفكشن من فوق. ده نمره واحد. نمره اتنين، العيان في بعض الاحيان بالذات اللي في النوز دي بيحس احساس بايخ جدا مع كل نفس، كان في حاجه دخلت جوه مناخيره. يجي يقول لك والله يا دكتور انا حاسس كان في هموشه او ناموسه دخلت جوه مناخيري، لان الهواء اللي داخل او اللي خارج ده في حاله الامبلانت دي حصل لها اوسيو انتجريشن ومسكت، يعني بيبتدي يشتكي انه الهواء بيخبط في الفلور اوف ذا نوز، اللايننج اوف ذا نوز، وبيحس العيان بيه، فيحس كان في حاجه دخلت اريتنت بالنسبه له طول ما هو قاعد عايز يلعب فيها او عايز يحركها، ودي بتبقى مشكله كبيره جدا جدا. حلها زي ما قلنا اننا نشيل الامبلانت دي اذا عامله مشكله، نشيلها تماما بتريفاين، ندخل بتريفاين دريل زي ما قلنا، نشيل الامبلانت بالعظم اللي حواليها، نجرافت مكانها، نخيط الفلور اوف ذا ساينس او الفلور اوف ذا نوز، وبعدين نقفل مكانه عشان ما يبقاش عندي اورو انترال كوميونيكيشن او اورو نيزل كوميونيكيشن. المشكله اللي بعد كده زي ما انتم شايفين دي بنسميها البوند هيسنس، والبوند هيسنس دي ممكن انا تحصل لي اثناء ما انا بعمل السيرجري، يبقى عندي اريا اوف اندر كات او ثين بون، واجي احط الامبلانت الاقي فيه فينستريشن كده انا شايفه، في خرم موجود في العظم وعليه ثريدز هنا موجوده. لو انت بتشتغل فلابلس من غير كمبيوتر جايدد معتمد على خبرتك يعني او معتمد على ايدك انت ما بتشوفش ده، فاللي بيحصل ان الامبلانت في الجزء ده اذا حصل اوسيو انتجريشن فوق فهي هنا مش بتهيل ابدا ببوم فورميشن، لكن بتهيل بفايبر ستيشن فورميشن، واوقات كتير جدا بتبقى سورس اوف انفكشن وسورس اوف بون ريزوربشن، تؤدي الى ان تيجي بعد كده زي ما انت شايف الكول الليبيال اسبيكت اوف ذا بون مش موجود. الحل ان انا نعمل ايه لو انا حطيت الامبلانت ولقيت ده وضع قدامي كده؟ لازم احط بون جرافتنج واعمل جايدد بون جينيريشن زي ما هكلمكم المحاضره الجايه علشان اقدر الجزء ده يهيل ببون فورميشن والمريض يقدر الامبلانت دي تاوسيو انتجريت وتكمل على خير. الحالات اللي بعمل فيها كده بكتشفها اثناء ما انا كنت بعمل فولو اب او لاي سبب من الاسباب فتحت على الامبلانت دي سواء كان في سكند ستيج او في غيره ولقيت الامبلانت بهذا الشكل، تعمل كيتس دلوقتي عشان نقدر ننظف السيرفس من على الفايبر ستيشن اللي موجوده، منها براش تايتانيوم براش نايلون براش، في اتشنج للسيرفس بنعمله، وبعدين نبتدي نحط بون جرافت ونقفل عليها علشان يحصل بون فورميشن فوق الامبلانت من السيرفس ده. طبعا ده داعين الله كلنا نقعد نبتهل بقى انا والعيان واللي في العيله كلهم واللي في العياده واللي في المستشفى عشان الامبلانت دي تحصل ان هي بقى بتهيل حوالين الهيست بارت. المشكله الثانيه البايخه جدا انه الامبلانت دي ديسبليس. يعني ايه ديسبليس؟ يعني الامبلانت تهرب منك، انت بتيجي تحط الامبلانت ماسكها بالامبلانت ماونت زي ما انا وريتكم في الفيديو كده، تروح الامبلانت واقعه والعين يبلعها. يبلعها يعني نزل جوه معدته، وساعتها بنعمل اكس راي عشان نطمن انها في معدته مش في الرئه، عشان لو هي دخلت جوه الرئه هتعمل لنا لانج ابسس ودي لازم يتفتح وتتشال. لو دخلت جوه معدته خلاص احنا بنقول له والله تابع الامبلانت دي في خروجها، اذا خرجت كان بها ما خرجتش هنضطر ندخلك بمنظار نشيل لك هذه الامبلانت من جوه معدتك، لانها ممكن تسكن في مكان ما وما تتحركش. يبقى دي اول احتمال ان انا وانا بحطها جوه بق العيان تسلب وتبقى بتتزحلق العيان يبلعها تخش جوه زي ما قلنا المعده او تخش جوه اللنج. المشكله الثانيه انه الامبلانت دي ديسبليس، انت بتحطها في مكانها وبعدين انت خرمت الساينس او خرمت النوز، فالامبلانت زي ما انتم شايفين هنا دي كده في النوز وشايفين دي كده جوه المجزري ساينس، فالامبلانت تروح داخله منك هربانه جوه النيزل كافيتي او جوه المجزري ساينس. ساعتها هنعمل ايه؟ ساعتها احنا مضطرين نفتح بسيرجري علشان نطلع الامبلانت دي من مكانها مش من الاوستيوتومي هول، ده انا محتاج اطلعها. ايذر انك تعمل البروسيدور دي immediately دلوقتي او تستنى. ليه استنى؟ عشان ما يبقاش عندي اورو انترال كوميونيكيشن، انا عايز اقفل الاوستيوتومي هول الاول واطمن انها خفت وبعدين افتح كالدو لوك اوبريشن واشيلها لو كانت جوه الساينس، او ادخل باندوسكوب واشيلها لو كانت جوه المناخير. طبعا هي كلها كومبليكيشنز مش لطيفه خالص، ونبتهل وندعو الله جميعا ان ربنا ايه يجعل كلامنا خفيف عليهم وما تحصلناش ابدا. الحاجه الاخرانيه انه حضرتك بتشتغل يحصل بون فراكتشر، ان العظم اللي موجود واللي انت بتحط فيه الامبلانت دي يتكسر. ساعتها العظم ده لو اتكسر انت مش هيحصل بون هيلينج، لان هيبتدي يبقى فيه انفلاميشن واوستيوكلاستيك اكتيفيتي عاليه، والعظم المكسور ده غالبا مش هيدي لك هيلينج مظبوط واوسيو انتجريشن للامبلانت.
الحل لو كان الفراكتشر ده كبير ومزعج بالنسبه لنا او انت قلقان، ما تحطش الامبلانت، ما تحطش الامبلانت ابدا غير وانت مطمن. هتعمل ايه؟ هتستوب البروسيدور، هتفكس العظم المكسور ده لو كان محتاج يبقى فيكسد، او هتشيل البارت المكسوره تطحنها وتستعملها از ان اوتوجينس بون جرافت، تحط عليها جرافتنج وتعمل جايدد بون ريجينريشن زي ما هكلمكم المره الجايه على النيو ترندز في الامبلانتولوجي. يبقى اللي احنا خدناه هنا او اللي احنا فهمناه واستوعبناه كويس انه لو سمحت اذا حصلت اي كومبليكيشن اثناء ما انت شغال من فضلك وقف البروسيدور، ما تكملش امبلانت بليسمنت. زي ما الانجليز بيقولوا اتس وان ميركل ات ا تايم، هي معجزه واحده في المره الواحده. انت عايز الامبلانت دي تهيل، دي معجزه في حد ذاتها. ما تبقاش عايز الامبلانت تهيل والبون جرافت يهيل والفراكتشر بون يهيل، كل ده يبقى يعني انت مش ملاك عشان يحصل لك كل ده. طيب ايه بقى الامبلانت فيليرز؟ الامبلانت فيليرز دي مش الكومبليكيشن، الفيلير يعني هي بعد ما اتحطت حصلت مشكله فادت الى ان الامبلانت دي او الريستوريشن اللي عليها تبوظ. فاحنا الحقيقه قسمنا الفيليرز الى ثلاث اقسام. قسم اثناء ما انا بعمل الامبلانت، اثناء الانسرشن، فسموه فيليرز ديورنج انستاليشن. القسم الثاني اللي هو ديورنج الامبلانت كونكشن، انا بحط الابطمنت فيبقى عندي فيلير بعد ما حطيت الابطمنت. والفيلير الاخراني اللي هو اللونج ستاندنج فيلير اللي ممكن يحصل لك، انت خلاص حطيت الامبلانت وعملت عليه كراون وشكله حلو بس جالك العيان بعد سنه بالدنيا بايظه. طيب ايه اللي بيحصل في كل واحده من دول؟ نقول لحضرتك والله اول مشكله لما بتيجي تشتغل بتقابلنا انك تعمل اوفر سايد اوستيوتومي هول. الاوستيوتومي هول الخرم اللي انت هتحط فيه الامبلانت ده يبقى واسع يوسع منك، يا اما انت كنت بتدريل بطريقه غلط، يا اما انت عملت سيكونس غلط وبالتالي لما جيت تحط الامبلانت سايز اللي انت اخترته الدايمنشنز طلعت مش مظبوطه، فتلاقي الامبلانت دي مش ثابته في مكانها موبايل وين تيستد. الامبلانت الموبايل وين تيستد دي معناها ان فيها لاك اوف برايمري ستابيليتي، ده معنى كلمه لاك اوف برايمري ستابيليتي. ساعتها حضرتك بتضطر تعمل ايه؟ بتضطر تشيل الامبلانت دي ترميها وتجيب امبلانت اكبر في الدايمنشن واطول وتحطها عشان تنجيج البون الكفايه، تبريبير من البدايه تاني جوه نفس الاوستيوتومي هول وتحط امبلانت بدايمنشنز مختلفه اكبر. مش عندك ومش عامل حسابك يبقى حضرتك هتشيل الامبلانت دي ترميها وتحط مكانها بون جرافت وتستنى ان شاء الله ان هو يخف عشان تحط له امبلانت بعد كده. طب لو انت ما عملتش كده الامبلانت هتمسك؟ والله يعني بالعلم لا، انما اللي يقول لي انا عملتها ونفعت والله هي دي من عند الله بقى، ما هياش بالعلم، لكن بالعلم هو اللي احنا بنتكلم فيه ده. المشكلة الثانية اني انا وانا شغال ما استعملتش الكولنت سيستم المظبوط فعملت بون اوفر هيتنج، دي حاجة انا مش هعرفها، انما اللي هيحصل هعرفه في الهيلنج اللي بعد كده. هلاقي الامبلانت دي بتكسفوليت بتطلع كده بتبتدي تبقى لوس في مكانها وتبتدي تتلخلخ وتطلع، غالبا بيكون ده سببه ان حاجة عامل اوفر هيتنج اثناء ما انت عامل دريلنج فاديت الى ان البون يحصل فيه بون ديس للسيلز وفقدت السيل الهيلنج كاباسيتي اللي ممكن تبقى موجود. اخر مشكله ممكن تحصل ان حضرتك لما تيجي تقفل الفلاب ما تعرفش تقفلها فتضطر تقفلها اندر تنشن فتجيلك بفلاب دهسلس، وزي ما انتم عارفين البلاد سبلاي اللي رايح للبون في منه سنترال وفي منه بريفيرال. السنترال ده اللي هو جاي من عن طريق العظم، والبريفيرال ده اللي هو جاي من عن طريق السوفت تيشو. فانت كده فقدت جزء من البلاد سبلاي الكبير اللي رايح الى البون واللي هيؤدي الى الهيلنج اللي المفروض يحصل. فدي مشكله الفلاب ديهيسنس ومشكله انك تبقى بتشتغل دلوقتي حالا، فلازم تعمل مانوفر سواء كان بسلايدنج فلاب او وات ايفر عشان تقفلها من غير تنشن اذا لقيت نفسك عندك بتقفل الفلاب دي بتنشن. طيب النوع الثاني من الكومبليكيشن اثناء ما انا بركب الابطمنت، ودول الحقيقه مشكلتين ممكن تكون انت عملت سيرجيكال بروسيدور غلط ادت الى انه يبقى عندي ايمرجنس بروفايل مش كويس، عندي بيولوجيكال واتش مش كويس، فيبتدي يبقى عندك انفلاميشن في الجينجيفا موجوده، يبقى عندك بلاك تريانجل سبيس البابيلا ما تقدرش تتكون، فيبقى عندك سبيس استيتيكالي مش حلو. المشكله الثانيه ان حاجه تيجي تحط الامبلانت بدايركشن مش مظبوط فعايز تعوضها بانجليتد ابارتمنت او بكاستم ميد ابارتمنت ينزل عليها كميه لود كبيره فتعمل لك اوف لودنج يؤدي الى بون ريزوربشن حوالين الامبلانت. يبقى ده مشكله اللودنج اثناء ما انت بتركب الابطمنت. طيب المشكله بقى اللي ديورنج الفولو اب ان ممكن زي ما انتم شايفين في الصوره هنا يبقى عندي بيرسيستنت جينجيفايتس حوالين الامبلانت اللي بنسميه امبلانتايتس،
اللي ممكن يصل الى انه ينزل الى حوالين الامبلانت نفسها ويعمل لي بيري امبلانتايتس شبه البريودونتايتس كده، ولكن بيعمل ريزوربشن للعظم اللي موجود حوالين الامبلانت. ده ممكن يكون ناتج لان شكل الكراون اللي انت عامله مش مظبوط، الفورم نفسه مش مظبوط، فيؤدي الى ايمرجنت بروفايل بايز، يعمل لك اكيوميليشن اوف فود وديبرز. ده ممكن يكون سبب. السبب الثاني ممكن تكون انت عامل كل ده صح بس العيان مش بينظف حوالين الامبلانت دي كويس، مش معتني بيها، فيؤدي الى هذه الانفلاميشن وهذا الانفكشن اللي ممكن يستمر الى نص الانفكشن يبقى عندك فيستولا. الفيستولا دي لو جينجيفل يبقى حضرتك تقدر تعالجها بانك تعالج المشكله الجينجيفل الموجوده اللي في الانفلاميشن، انما لو هي كانت حوالين الامبلانت نفسها غالبا الامبلانت دي از جوينج تو فيل لان هي فيها انفكشن حواليها. المشكله الثانيه اللي بتقابلنا هي الاكسبوز ثريدز، وده ممكن يحصل اثناء ما انت شغال، بالذات لو انت بتشتغل حالات فلابلس مش كمبيوتر جايدد، بتبقى مش عارف المكان بالظبط، لان المفروض نحط الامبلانت دي كريست ليفل، في بعض الشركات بتقول لك حطه سب كريستال، وبالتالي ثريدز دي مش اكسبوز. لو حصلت وانت شغال نزل الامبلانت تاني، بوش ات داونورد يعني او ايبيكال علشان تنزل الثريدز دي في مكانها. طب لو حصلت المشكله دي بعدين، زي ما انتم شايفين الحاله دي كده، العيان جالنا باكسبوز ثريدز، اتعملت سيرجريز كتيره جدا، منها اول حاجه انا لازم اشيل هذه الثريدز، فقال لك لازم تجيب بير مخصوصه لكده وتبتدي تبرد هذه الثريدز الى ان تصل الى البون ليفل وتقف، وبعدين تبتدي تبولش هذا السيرفيس علشان ما يبقاش بيكيميليت فود ولا دبرز، فيزود البون ريزوربشن في الاريا عن طريق الامبلانتايتس اللي هتحصل. دي اول حاجه. الحاجة التانية اتعملت أكتر من soft tissue technique surgery grafting technique عشان نقفل ده. لو threads دي في surface واحد بس من الأربعة walls بتوع الimplant ممكن تحط bone grafting علشان ده هم اللي بالعلم بيقولوا بيجيب نتيجة. لكن لو الimplant زي ما انتم شايفين طلع زي النافورة كده في النص وحواليها resorption من كل اتجاهات، البون جرافتنج مش هينفع لك لانه البون عمره ما هيوصل الى هذا الليفل اوف فيرتيكال يعوض هذا الفيرتيكال ديفكت. الحل ساعتها انك تعمل اللي انا قلته لك في الاول، انك تحلق الثريدز دي وتبولش السيرفيس وتعمله سوفت تيشو جرافت علشان يغطي هذا الاكسبوجر اللي مش عاجبك. المشكله الثانيه الحقيقه مشكله من الحاجات المشاكل القليله جدا، المشاكل القليله اللي بتحصل لكن لما بتحصل بتبقى بايخه جدا، ان المسمار اللي بيربط الابطمنت جوه الفيكسشر يتكسر زي ما انتم شايفين كده في الصوره، ايذر لانك مش رابط المسمار كويس او لانه الابطمنت كانت عنازل عليها لود كبير جدا والمسمار ده ابتدى يتحرك، الابطمنت ابتدت تتحرك على الامبلانت وابتدى يتكسر هذا المسمار. عشان كده كل الشركات دلوقتي ابتدت تفكر في انها تعمل اكتر من طريقه للكونكشن ما بين الابطمنت والامبلانت، مش بس ان هو يعتمد على الهكس اللي موجود، لا ده بقى كمان في كونيكال كونكشن عشان تعمل لي كولد ويلدنج اللي احنا شرحناه في المحاضره بتاعه الامبلانت ديزاين، ممكن ترجعوا لها تلاقوها في تاني محاضره علشان نقدر نشوف انه ما يبقاش معتمد على المسمار ده. طيب المشكله دي لو حصلت ايه اللي بنعمله؟ والله قالوا لنا انه في الاول كنا بنحاول اننا نعمل نشيل هذا المسمار، عملوا ريتريفال كيتس زي بتاعه الاندو كده عشان نخش ونحاول نفك المسمار، تجيب التيب بتاعه الالتراسونيك سكيلر تبتدي تلفها عكس اتجاه عقرب الساعه بحيث تفك هذا المسمار. زي ما قلت لكم عملوا ريتريفال كيتس كده زي المفكات بتاعه الساعات صغننه كده، تخش تعمل سلوت جوه المسمار جوه الحته اللي اتكسرت من المسمار وتلفها عشان تخرجها، كل دي مانوفرز عشان تحاول تطلع ده، او في النهايه انت مش هتقدر تطلعه وهتسيبه كده، ساعتها الامبلانت دي تعتبر فيلد. منها تريكس كتير بقى جدا انا شخصيا عملت فيها اكتر من حاجه لما لاني حصل في حالات من حالاتي حاجات شبه كده، انه خش بالبير وفور المسمار ده وبعدين اتعامل معاها على انها مكان لبوست وكور، واعمل لها بوست اند كور عادي كاستم ميد بوست اند كور وركب له عليه كراون بعد كده عادي. او الحل التاني انك تترفاين الامبلانت دي تشيلها بالبون اللي حواليها وتحط بون جرافت وتعمل له امبلانت ثانيه في المكان ده اذا كان ده اوبشن المريض شايفه مناسب وانت شايفه مناسب. النوع الاخراني من الكومبليكيشنز بايخ جدا بقى، مش ان المسمار هو اللي اتكسر، الحقيقه ان الامبلانت هي اللي اتكسرت. زي ما انت شايف هنا كده الامبلانت شخصيا اتكسرت، ده فيري رير فيري فيري رير، والناس بتقول لك والله الشركات بتقول لك اذا حصلت معاك الكومبليكيشن دي ابعت لي الامبلانت وابعت لي الكونديشنز لانه مش المفروض انها تتكسر. ده عاده بيحصل في السليم امبلانتس اللي هي رفيعه جدا اللي موجود جواها تو بيسز اللي هي بتبقى فيها سكرو، لان ده اللي المفروض ان هو اليومن بتاعها رفيع جدا يعني بقى كبير والثيكنس بتاع التيتانيوم رفيع، فالامبلانت ممكن تتكسر زي ما انتم شايفين هنا كده.
نتيجه للود الكبير اللي نازل مع رفع الامبلانت، او يحصل فيها فلاورنج زي ما انتم شايفين ان كده تورط زي ما انتم شايفين، انه يبقى الفورسز نازله فالامبلانت تتفتح تتشق زي المسمار الفيشر كده، فيبقى الامبلانت دي باظت. هنا في الحال ده خلاص الامبلانتس الاثنين دول باظوا، عشان تحل المشكله، لان المشكله دي هتعمل مشكله كبيره جدا في العظم، هتعمل بون ريزوربشن كبير جدا، هتؤدي الى ان هتفقد الامبلانت بالعظم اللي حواليه. ساعتها بنعمل ايه؟ بنخش نشيل هذه الامبلانت بالتريفاين دريل بالتريفينيشن زي ما قلنا وزي ما شرحت لكم قبل كده. اذا احنا اتكلمنا النهارده عن الفولو اب نعمله ازاي وايه الانترفلز، اتكلمنا على الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل سواء كانت جنرال او سبيسيفيك، واخيرا ختمناها بالفيليرز اللي ممكن نقابلها اثناء ما احنا بنشوف الفولو اب بتاعنا. يا رب تكون المحاضره لطيفه وخفيفه، اشوفكم المحاضره الجايه اللي هتكون المحاضره الاخرانيه عشان ارحمكم مني. شكرا جزيلا ليكم واشوفكم على خير، مع السلامه.